هل أجر دخول السوق صحيح؟ ذلكم الحديث الذي فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، حميت على كل شيء قدير، كتب الله له بكل ألف ألف حسنة وحط عنه ألف ألف خطيئة ورفعه الله ألف ألف درجة، تالف الإسناد في سنده عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو رجل تالف. ومن العلماء من أخطأ في ذلك وقال إنه عمرو بن دينار المكي وليس ابن دينار المعروف، لكن ليس كذلك، فالحديث تالف.